أسوان أسوان والله بحبك أسوان أسوان يا أسوان الكادل يا أسوان يا سكن جنوب الوادي وشايلة أصار بلادي يا سكن جنوب الوادي وشايلة أصار بلادي بشوف صورة أجدادي مرسومة على اهلا بيك محمد اهلا بيك في زيرو طبعا تحياتي ليك واهلا بيك اهلا بيكي وكل فريق فرسان التحدي انا مبسوط جدا ان في فريق زيكم موجود في جامعه اسوان ده هيقدم نخبه من الطلاب المقادرين على ايه تحمل المسؤوليه والعمل الطلابي وان شاء الله ان تكونوا يعني ده كله في ميزان حسناتكم تساعدوا الطلاب اكتر وتساعدوا نفسكم اكتر وتكتسبوا خبرات اكتر وده كله في الاخر بيرجع لكم انتم وبنصب على الطلاب في الاخر ربنا يخليك يا رب والله يعني احنا اهم حاجه ان الطالب يكون كويس ويكون يعني توفر له كل خدماته في الجامعه والحمد لله دلوقتي الفريق اتحول لاسره السنه اللي فاتت وعشان كده احنا والله ترشحنا لاتحاد الطلاب عشان نعمل حاجه مفيده وتخدم الطلاب محمد فارس من طنطا الغربيه طالب بالفرقة التانية بكلية العلوم جامعة أسوان سن 20 سنة طبعا محمد ايه رأيك لو عملنا رحلة لطلاب الجامعة يعني هنا في أسوان مش لازم بعيد أو الأقصر أي مكان كده ثقافي رحلة ثقافية تبع الاتحاد ايه رأيك أكيد ده يحصل إن شاء الله إن احنا ننظم رحلات لبعض الأماكن الأثرية إذا كان في بيئة أسوان أو خارج المحافظة في الأقصر حتى لو خارج المدينة نفسها فورم بأي حتة بس يعني الأمور ده بتتكلف كتير وهتحتاج تنظيم أكتر وللأسف الترم التاني يعني صغير جدا فنقدرش نعمل فيه كل حاجة بس على العموم الحاجات المهمة إن احنا هنبدأ بيها حاجات رحلات ممكن تبقى المتحف النوبي لبعض الأماكن الأثرية في أسوان ده ممكن نروح السد العالي لان ده ونعمل تقرير هناك عن مية النيل والمشكلة اللي في مصر دلوقتي بسبب بناء سد في اثيوبيا ده كل الحاجات دي بتهم مش بس الطلاب بتهم مصر كلها اما الاماكن الاثرية فاكيد ده في الحسبان معانا ان شاء الله بس ان شاء الله لما اكون متواجد في اسوان هتجمع انا واللجنة ونبدا نبحث نطرح الرحله ديت ونشوف الاراء ونجمعها ان شاء الله ونطلع ونطلع بافكار كويسه نقدر نطبقها ان شاء الله على ارض الواقع. ليه يا محمد اخترت اللجنه الثقافيه الاعلاميه؟ ليه ما اخترتش اي لجنه تانية؟ لجنه فنيه، لجنه علميه؟ ليه بالذات حبيت تترشح في اللجنه الثقافيه الاعلاميه؟ عشان اكون صريح معاكي انا كنت في الاول كان عندي اختيارين لان اترشح للجنة العلمية بموجب ان انا طالب في كلية العلوم وده تخصصي وان هبدأ فيه اكتر او اللجنة الثقافية والاعلامية فانا شفت اللجنة الثقافية والاعلامية افضل لان نطاقها اوسع لان لو جينا مثلا اللجنة الثقافية بتفرع كذا حاجة ثقافة خاصة بالادب خاصة بالعلوم نفسها بالدين بحاجات كتير يعني فرح اكتر من ايه من العلمية والعلمية مقتصرة على حاجة واحدة بس كمان الثقافية يعني تعتبر لجنة مزدوجة من وجهة نظري لان فيها طرف الاعلام مهم جدا لاي شغل اتحاد فريق اسرة اي كيان موجود في الجامعة اهم حاجة فيه الزراعة الاعلامي له فده بالنسبة لي يعني اكتسب منها خبرة كويسة في مجالين مش مجال واحد. محمد انت بتقول ان انت من طنطا الغربية ليه فضلت ان انت تروح جامعة اسوان؟ ليه ما كملتش في جامعة بنها او اي جامعة قريبة من بلدك؟ الصراحة الموضوع ده بالذات عمل لي مشاكل كتير سواء هنا مع اهلي في الاهلي هنا او اصحابي الناس اللي انا عايش معاها كلهم استغربوا من تمسكي ان انا اروح اسوان يعني قابلت انتقادات كتير جدا بخصوص الموضوع ده بس زي ما اقول لك كده اللي بيبقى عنده حلم او عنده هدف بيبقى عايز يحققه هو يحققه في كل مكان بس حسب ايه شخصيته هو
انا الصراحه حبيت ان يكون عندي مغامره وان انا اشوف اماكن جديده واسافر بلد تانية. يعني هنا مثلا في جامعه طنطا انا يعني كنت فارق عنها نص درجه، يعني حاجه بسيطه لو كنت عملت الاختراب ولا حاجه كنت ايه حولت ليها. بس انا كان عندي يعني حب المغامره ان انا اشوف بلد جديده، سواء يعني بالذات بلد زي اسوان، يعني فيها يعني بسم الله ما شاء الله يعني جمال وسحر طبيعه والناس هناك طيبين جدا. ايه هي المشاكل اللي بتواجهك في جامعة أسوان ومش قادر تتغلب عليها لحد دلوقتي؟ هو لو على التعليم فمعظم الناس مش على القدر المستوى التعليمي يعني مهيأ انه يدرس اصلا. انا عندي في الكلية ناس انا مش متوقع انها تكون دكاترة، ده مشكلة. بس برضو لو بصينا الجانب الايجابي في دكاترة عندنا بسم الله ما شاء الله يعني حاجة فوق المستوى. اما انا كطالب انا بيقابلني مشكلة ان اول حاجة المواصلات، يعني في حالة تطنيش ولا مبالاة من إدارة الجامعة بخصوص الموضوع ده. وأنا الحمد لله في الأيام اللي فاتت قدرت أجمع أفكاري إن أنا أحط حل للمشكلة ديت، وإن شاء الله في أقرب اجتماع للاتحاد مع نائب رئيس الجامعة نطرحه عليه. محمد، إيه رؤيتك المستقبلية لتغيير جامعة أسوان للأفضل؟ أنا رأيتي في جملة واحدة بس أو جملتين بسيط جدا. أول حاجة إن إحنا نغير مفهوم الطالب عن الجامعة، إن مش الجامعة بس مكان للدراسة والتلقين والتعليم، بس لا، مكان المشاركة الطلابية والعمل الطلابي سواء داخل أسوار الجامعة أو خارجها. تمام. تاني حاجة وهي جملة يعني مترسخة في عقلي لغاية دلوقتي مش هنساها أبدا، قالها رئيس اتحاد طلاب العلوم السابق، قال الفرق بين جامعة أسوان وأي جامعة يعني في مصر إن طلاب الجامعات بره، يعني طلاب جامعة أسوان هم اللي بيبنوها عكس الجامعات بره هي اللي بتبني طلابها. طيب محمد، هل كان ليك يعني اشتركت قبل كده في عمل طلابي غير الاتحاد من قبل كده ولا لا؟ الاتحاد كان اول عمل طلابي ليك في الجامعة. بصراحة ما شاركتش في اي عمل طلابي كاورجنايزر او ممبر في اتحاد او اسرة قبل كده، بس انا يعني كان اتحاد طلاب علوم كان بيوفر لنا ورش عمل او ايفنتات توعوية يعني ان احنا نفهم اهمية العمل الطلابي وخلافه. كمان كان في كذا ايفنت الاسرة بي واي اس الحمد لله اشتركت فيه، واشتركت في بي واي اس كامب كمان، ده كان يعني حاجة مفيدة جدا ليا وفتحت يعني مدارك على حاجات كتير كنت تايه عنها. وممكن اقول لك دي اول نقطة كانت يعني حفزتني اشترك في الاتحاد او في اي اسرة بعد كده. محمد، امنية اتمنيتها واتحققت وامنية اتمنيتها ولسه لحد دلوقتي ما اتحققتش وان شاء الله هتسعى عشان تحققها. الصراحة هدفي من الثانوية العامة الالتحاق بكلية الصيدلة. تمام. فلما جيت شفت التنسيق لقيت نقلت كلية علوم، ومش كلية علوم في طنطا، لأ في أسوان. ده في حد ذاته كان يعني في بادئ الأمر كان تشك ليا صدمة إن أنا إيه يعني ما أدخلش الكلية اللي أنا عايزها، وكمان إن أنا إيه متغرب بره. بس بعد كده لما جيت حسبت الأمور لقيت ده الخير في ما اختاره الله، ده الأفضل ليا، ده الحمد لله اللي كملت فيه. أما الأمنية اللي أنا بتمناها وأتمنى من ربنا إن أحققها إن أنا يعني أبقى معيد في كليتي وبعد كده إن شاء الله أبقى دكتور يعني، وربنا يعني ييسر الأمور ويحقق لنا الأمنية دي. طيب ما هي هواياتك يا محمد؟ إيه هي الهوايات اللي عندك اللي بتحب تمارسها أو هوايتك بس لسه ما مارستهاش لحد دلوقتي؟ أنا هوايتي القراية، بس مش أي نوع من القراية أو مش من أي نوع من الكتب اللي أنا بقراها. يعني أنا بحب إن أنا أقرأ كتب علمية كتير خاصة بالمجال بتاعي، وده للأسف يعني سلاح ذو حدين، إنه بينفعني وفي نفس الوقت بيضرني أو بيلغي بصيرتي عن حاجات كتير فايتاني. يعني أنا اكتشفت لما اشتغلت في مجال الثقافة والأدب والكلام ده لقيت ناس موهوبين جدا، حاجات فايتاني، حاجات بتشدني إن أنا أقراها في الشعر والنثر وخلافه. تمام. يعني أنا أتمنى إن أنا أزود يعني مداركي وفتح مداركي من الحاجات دي بالذات، يعني فعلا دي حاجات مهمة جدا 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 لأي واحد فينا. القراية هي غذاء الروح بالنسبة لنا. لو أنشطة وكده فأنا مغرم كورة الصراحة. يعني تحب توجه نصيحة أو انتقاد يا محمد لحد، تحب توجهه لمين وإيه هو الانتقاد؟ هو لو أوجه لحد فهو الصديق العزيز وابن بلدي اللي هو معايا في أسوان محمود أبو جزية. عايز أوجه له نصيحة
قبل الانتقاد، خلي المساحة في الأول كده كبشرة خير. أحب أقول له يعني خلي بالك من نفسك ومستقبلك، ما تخليش حد يعطلك، وخد بالأسباب وتوكل على ربنا، وما تخليش أي حد يأثر فيك وبالتالي بيأثر على مستقبلك بالسلب. ولو انت عارف لو انت محتاجت مساعدة مننا مش يعني مش هنتأخر عنك في حاجة، احنا اصحابك واخواتك ويعتبر ملناش غير بعض في الدنيا دي. انتقادي له هو عكس النصيحة، يعني مش عايز انتقد شخصيته ولا في حاجة يعني، بس يعني نصيحته له عكس الانتقاد، يعني ربنا يصلح حاله ان شاء الله. يعني محمد كلمنا عنك بشكل مختصر، ماذا تحب وماذا تكره؟ الصراحة ما بينفعش حد انه يقول على نفسه وبيكره ايه وبيحب ايه او هو يوصف شخصيته، بس عموما انا شخصية غريبة، يعني ربنا بيدي لي قدرة ان انا انسى بسرعة، حتى لو حد غلط فيا او عمل فيا حاجة وحشة انا من جوايا بسامحه وبنسى بسرعة، فده في حد ذاته ممكن يعني يوصف شخصيتي انها بضعف، بس انا شايفها ان هو يعني حب زايد وان انا ما بشيلش من حد، قلب طيب يعني. اما انتقاد لشخصيتي ان انا بتعصب بسرعه، اقل حاجه ممكن تعصبني وتعكر مزاجي، بس يعني اعتقد ان ده حاجه يعني في كل الناس، يعني العصبيه بالذات في الايام اللي احنا فيها ديت، ان كل يعني المؤثرات العصبيه كتيره وده بيأثر على الواحد كتير يعني. ما هي الصفة التي تحبها في شخصيتك وتفتقدها عند الكثير؟ هو الصراحة يعني من اللي أنا بشوفه ومتعامل مع الناس، إن في ناس عندها يعني عندهاش سرعة في البديهة، يعني تاخد وقت لما تشرح لها الموضوع وتفهم الموضوع أكتر. أنا يعني شايف إن دي حاجة من شخصيتي، إن أنا عندي سرعة البديهة، إن أنا بقدر أفهم الأمور بسرعة. وممكن برضو يكون ده خطأ في شخصيتي، لو حد يعني فسر تفسير تاني ان انا ممكن ده استعجال او حاجة او يعني حاجة شبه دي، بس في معظم الاوقات دي بتصيب معايا يعني. ديت من مميزات شخصيتي زي ما انا شايف. موقف طريف حدث لك في حياتك ولن تنساه الى الان؟ الصراحة موقف كتير يعني، انا قاعد عايز اجمع يعني ذاكرته عشان يطلع موقف، بس هو الموقف هو يعني ما حصلش قدامي. واحنا زي ما قلت لك ان احنا انا في طنطا كره ريفيه وكده يعني، فكان اصحابي كلهم بعد الدرس طلعوا قالوا احنا نروح ناخد قصب من ارض واحد صاحبنا، تمام؟ فقلت لهم لا انا هروح انا. هم راحوا وبعد ما نزلوا الارض وكده فسحب الارض قفشهم، فكانوا مطلعهم عاملين زي الحراميه يعني وكده، حصل حرب هروالة منهم وجري في الأراضي وكده. فهو ده يعني يعتبر هو موقف كان ظريف في حياتي، هو انت حكالي بس انا ما كنتش فيه. محمد، هل وجهة نظر المجتمع بالنسبة ليك ترضيك ولا لا؟ يعني انت شايف ان انت كده حققت حاجة في المجتمع والناس بتبصلك بنظرة كويسة، او انت تستحق النظرة دي، ولا بيبصلك بنظرة ان انت طالب ولسه عملتش اي حاجة؟ طبعا النظرة العامة لأي واحد يعني في فترة الجامعية ان هو لسه طالب، يعني وظيفته الوحيدة انها دراسة فقط، بياخدوا المسألة العمل الطلاب والاشتراك في الانشطة الطلابية والكيانات الطلابية زي الاتحادات او الاسر، ده شيء بيعطلنا على الدراسة وده شيء بيضر بينا. فهو اصل نظرة المجتمع لينا نظرة رجعية، النظرة رجعية حتمية كمان، يعني بيبصلك على كده مش هيغيرها لك الا لما يشوفوا التحسن في شخصيتك بعد التخرج، انك ازاي قدرت تواكب مع المجتمع ده، وان ازاي الجامعة بس مش كانت مكان انك تعلمك اساسيات تخصصاتك او تعلمك انك ازاي تمشي في شغلك بعد كده، لا ده هي كانت اضافة لشخصيتك نفسها، وانك ازاي اضافت لك قدرات جديدة تمكنك انك تسير المجتمع بعد كده. ما هو طموحك بالنسبة لمصر في المستقبل؟ انت شايف مصر ايه في المستقبل؟ وجهة نظر الشخصية، لو مصر فضلت كده لو قلنا 50 سنة قدام مفيش، بالعكس احنا هيكون هنزيد تدهور، يعني الناس كلها طالعة، الناس كلها في تقدم علمي تقدم تكنولوجي، الناس كلها بتوصل بتسافر الكواكب واحنا لسه يدوب،
ما بنعملش اي حاجه، يا دوب شاطر نصنع مكرونه وخلاص. يعني مش شايف اي يعني ان مصر هتتغير طول ما هي ماشيه بالرتم ده. طيب انت شايف ايه من وجهه نظرك، نعم يعني الشعب يعمل ايه او البلد تعمل ايه عشان تتغير؟ عشان نتغير ده طبعا بياخد وقت كبير جدا، انك انت بتنتقل من مرحله محلال لمرحله وسطيه لسه، وبعدين مرحله تقدم. ان يعني بس انا شايف ان اصلا طريقه ان كل واحد يبدا يغير من نفسه، وده طبعا بيجي من نشر الوعي. يعني انا شايف ان اكتر من 30% من المصريين لسه تحت خط الجهل وخط الفقر. يعني لازم نوفر لهم الظروف الاول ان كل واحد يقدر يغير من نفسه، ان كل واحد يقدر يغير من نفسه كده المجتمع ان شاء الله يتغير. رساله توجهها يا محمد الى الدكتور عبد القادر محمد نائب رئيس جامعه اسوان. سلام على الدكتور عبد القادر. اولا اقول له انت يعني مشكورا انك انت بتسمع وبترضى تقابل اي طالب من طلاب الجامعه، تسمع مشكلته وانك تقدر تمشي فيها وتحلها له. كمان يعني ارحموا الطلاب شويه وبص لمشاكلهم. مشكله اهم مشكله، مشكله المواصلات دي بالذات. يعني في الحر اللي احنا بنقف فيه ده الناس بتتاذي كتير فعلا. انا من الناس اللي اتاذت من الحر، ويعني وقف يعني مستني المواصلات بالساعتين وبالثلاث ساعات. يعني ارجو ان المشكله دي تتحل، ولما تواجه تقعد مع الاتحاد وتناقش المشكله دي ان شاء الله. احنا عايزين يعني نواكب اي جامعه بره في بحري. وبرضه عجبني ان الجامعه عامله بروتوكولات تعاون مع جامعه طوكيو. محمد هل حصلت على اي شهادات تقدير من قبل؟ طبعا انا لو جيت هنا مثلا في اوضتي هتلاقي الحيطه بسم الله ما شاء الله منوره شهادات تقدير، مش انا لوحدي بس، انا واخواتي. معظم الشهادات اللي خدتها شهادات تفوق دراسي في المراحل الابتدائيه والاعدادي، كمان شهادات حفظ القران الكريم. اعتبر اخر شهاده انا اخدتها من مشاركتي في ورشه العمل اللي اقيمت في تحت رعايه اتحاد طلاب كليه العلوم السنه اللي فاتت. بالتوفيق يا محمد. طيب رساله تحب توجهها للاعلام، بما انك انت في اتحاد الطلاب لجنه اعلاميه ثقافيه عالميه، رساله بقى تحب توجهها للاعلام؟ هي رساله واحده بس، اتقوا ربنا في اي خبر انت بتقولوه. لان فعلا يعني مثلا لو قلت خبر مكذوب او خبر اقرب الاشاعة، يعني في ناس كتير بتصدقه. يعني لو حسبنا ان نص الشعب او من نص الشعب يعني حصل على الدبلومات كده، ان التفكير عنده مش اللي هو يعني يقدر يكشف ان ده كذب ولا ده حقيقة. كمان ان هو الاعلام ده هو المصدر الوحيد ليهم، هم التلفزيون. يعني هو ما بيشوفش الا انت، الكلام اللي بتقوله بيصدقه. يعني لو جينا احنا كشباب او طلاب جامعيين قدامنا مثلا النت، قدام يوتيوب، فيسبوك، يعني حاجه يعني مصادر كتير، المصادر ممكن تنفي وتوثق الخبر. امال يعني الاعلام او الناس معظم الشعب قدام التلفزيون، الخبر اللي انت بتقوله هو بيصدقه. فاتقوا ربنا يعني في اللي انت بتقوله ده. كلمه اخيره تحب توجهها لوالدك؟ ما لو اوجهها لوالدي اقول له يعني انت راجل مكافح جدا، راجل صبور، ربنا يعانك على حاجات كتير، استحملت كتير عشان يعني توفر لنا يعني اساليب الراحه. احب اقول لك انك انت ما كنتش اب ليا بس، انت كنت صديق ليا، مشارك ليا في افكاري. يعني ما بتخصمنيش على ان نعمل اي حاجه. يعني حتى في لما زي ما قلت لك، انا لما جت لي علوم اسوان يعني كل الناس منهم والدتي وقفت ضدي ان انا اروح اسوان. هو اللي قال لي، هو اللي شجعني، روح جرب شوفوا الدنيا بره عامله ازاي. كل الكلام ده هو اللي كان بيشجعني، يعني هو اللي وقف جنبي، هو اللي ما بيخلنيش اشيل هم. يعني في الاخر كده ظهري في الدنيا. كلمه اخيره تحب تقولها لوالدتك؟ والدتي يعني والدتي يعني حنينة زياده عن اللزوم، بتخاف علينا زي ما بيقولوا كده من الهواء الطاير. يعني كانت برضه من النوع اللي خايف عليا ان انا اسافر وكده، خايف عليا من الغربه والاختلاط بره. بس زي ما بتقول عارفه ان يعني ان يا رب الصح، فانا محدش فينا هيبوظ او يعمل حاجات غلط. يعني احب اقول ربنا يبارك فيها ويبارك في صحتها ويشفيها لنا يا رب، عشان هي مريضه. وربنا يبارك في كل امهات المسلمين، تعبوا عشان كتير جدا جدا واستحملوا اصعب الامور عشاننا. ربنا يبارك لهم ويبارك في صحتهم ان شاء الله، يعني ويكونوا هم وامهاتنا في الجنه. ربنا يبارك فيهم، ربنا يبارك فيهم. كلمة تحب تقولها لأصدقائك؟ أنا عايز أقول لهم يعني جملة بسيطة.
يعني تفرق معهم كتير. زي ما انت بتزعل انك انت ارتكبت معصية، ازعل على انك سبتها، يمكن دي هتفرق معاكم كتير جدا جدا جدا، وهتفرق معانا شخصيا. انا مش بستثمر نفسي، انا يمكن انا بعتبر نفسي اوحش واحد، بس زي ما بقول لكم كده، يعني زي ما احنا بنزعل ان احنا عملنا معصية، نزعل ان احنا سيبنا طاعة. الزعل مش واحد في الحالة دي بالذات، وهيفرق معاكم كتير ان شاء الله. يعني كلمة بقى لمحمود، انا نفسي اقول له ذاكر بقى يا محمود، مش كفاية اللي حصل لك سنة اولى، وانك جاي في الترم الاول برضو انت خايف انك تطلع شايل المواد، ويعني وقلت ان نفسي اتعدل، ونفسي اجيب تقدير كويس وابقى انسان كويس. يا رب تصدق في اللي انت قلته، وربنا معاكم معانا ان شاء الله. نصيحة او انتقاد تحب تقدمه لفريق فرسان التحدي او لاسرة الفرسان في الجامعة؟ الصراحة انا اعرف عن فرسان التحدي، او انها شاركت معايا في BYS كامب السنة اللي فاتت، يعني من الناس كانت افكارها كويسه جدا جدا، و يعني ما شفتش منهم حاجه وحشه عشان انتقدهم فيه. اللي انا شايفه ان الناس شغاله، والناس بتخلص نيتها لله، وشغلها كلها مساعده للغير، فمفيش انتقاد يتوجه لهم، ده كل الشكر والترحيب لهم وشغلهم ومجهوداتهم الرائعه في الجامعه. هل تحب توجه اي نصيحه او انتقاد ليا انا؟ لا، هوجه لك انتقاد لك ليا مره، وانت عملت حاجه فوقنا وحشه، يعني ان انت عامل لجنه في اداب، يعني يعني شكرا لك في مجهوداتك الرائعه في شغلك في فرسان التحدي وفي الاتحاد، وحرصك انك تتعلمي الجديد وانك تشاركي معانا، حتى لو انت خبرتك قليله وخبرتنا كلنا قليله كده كده يعني، بس بنحاول يعني احنا نصحح ونزود الخبره ديت، ونصحح اخطائنا مع بعض. يعني مش هوجه لك انتقاد بفعل، لا فعل لا، بالعكس انت تشكري على اللي انت بتعمليه لنفسك او لاسره فرسان التحدي او الاتحاد. محمد اشكرك كتير على اللقاء الجميل ده، ولو حابب تقول كلمه اخيره في نهايه اللقاء اتفضل. انا مش هفوت اللحظه ديت ان انا اشكر الفريق فرسان التحدي انه بيعمل كل جديد للجامعه او للفريق نفسه. كمان انا مش هنسى برضه دور لجنتي، كل امين، كل عضو، كل واحد بيشتغل في الاتحاد، كل واحد نفسه جامعة أسوان تبني من جديد، ويعني وما تكونش أقل من أي جامعة برة. فطبعا لازم أنا أوجه الشكر للناس دي كلها، ورب يوفقنا كلنا يعني في شغلنا ده، هذا هو خالص لله. برضو بحب أشكرك أنت شخصيا على الأداء الرائع ده، والأسئلة الكتير دي يعني بالتوفيق مرة إن شاء الله. والله وانا سعيده جدا باللقاء معاك، والله كان في اسئله اكتر من كده، بس انا عارفه ان انت اكيد متعب بالنسبه لك المايك، وما حبيتش اتقل عليك اكتر من كده، بس والله تحياتي ليك وبالتوفيق، وربنا يوفقك ان شاء الله. اشوف وشك على خير ان شاء الله في الجامعه، وشكرا لك كلكم على اللقاء ده والمداخله الجميله دي. يا بلدي السد العالي ومقامك دايما عالي، يا بلدي السد العالي ومقامك دايما عالي، فيك العقد بينالي واقف في البنى.